سنتين او زر يقرا على الببغاء صار شايب قحب حتى صوت واحد منهم واحد من الاثنين ذاك بيقوم يصيح شفت اللي عندنا في ابها عندنا واحد يابها مشهور الببغاء مره مشهور ايوه عرفت اللي شارع ذا يا ابو علاء ايوه وراعي مشهور عنده نجمه في السناب مشهور مره مشهور يا عيال والله يتكلم اقول لكم شيء عن السناب البغبغاء يتكلم جنوبي اسمه والله يتكلم جنوبي يا راجل ورب الكعب عايش في ارض الكنعان مشهور والاصالي رجال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أقسم بالله كذا سوا الاثنين أقسم بالله يا رجال الاثنين الاثنين كذا سوا والله ايوه 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 ثاني اقرا لا بس الاخضر الاخضر الفاتح تراه محترم ليك تتكلم معه ينصت لك نعم نعم لا يا ابو علاء اصبر اللي اصبر بك شايف نفسك يشوف نفسك مغروب يا هوي لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات حيوانات لا تقولوا الحيوانات على وجهه ما ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما حلو يا أنا بعيد عنكم يا أخي والله كذا يا أخي ترى أنا انبسط ترى من شوف طيور كذا ودا حيوانات والله العظيم أنا نفسي اتمنى لي والله والله نقرته شيء لا والله قوي والله من اول قاعد يلعب معايا خلوا ينقرك بطرف منقار ذا وشوف كيف كانه سكين نعطي الاكل كثير لا صدق شفت ولد الفهد الصغير ايش اسمه سبحان الله حتى لون المنقار يختلف ايش ولد الاسود هذا لونه احمر يا فارس ولد ايه؟ ايش اسم ولد الفهد الصغير؟ الفهد؟ الفهد جاكو غضنفر الاسد خاصر جاكيرو الفهد مدري والله ايش جاكيرو جاكيرو والله؟ انا قلت لك والله والله جابها من هنا شرفني جاكيرو القران نسحبها كذا قسم جمع لك يا سيدي لا والله من جد سؤال من جد القليم ايش ايش فعلا ما قد اخذنا بالنا اسم ولد النمر حتى ايش اسمه؟ خلني اطلع الجوال اصبر ولد النمر؟ ايوه صغير ايش اسمه فعلا سؤال أنا ماني عارف ماني عارف لا لا مو كذا سلم نفسك هو يا رجال شوف الخصم الخفي الحين نخصم ما يلا يلا وين حيرنا بقى حيرت حرام عليك اسامه خلاص خلاص ريح والله ما في شيء فارس بعدين الحين كله كل شخص صك القلم يا رجال صك كل شخص حافظ القرآن تجد سبحان الله في سورة معينة أو في آيات معينة يحب يقرأها كثير يو يعني اسمع ومن بلد فيدي يا اخي صوت مش لحظه ترتاح من سواه يمر رجليا شو بس انا بتكلم وانت كانوا هادي يقولون ايوه يا قومي ما لي ادعو الى النجاة كمل يقول يا غزال انت ربيته لا كمل ما من برد فيدي من سواه طيب رجليا وصلنا للشرطه على جنب برد زنجبيل خلي زنجبيل مره الله ينصرك يا اسامه شب نار ودفاني سحب عليك بتكون معي في النار ان الله بصر استغفر الله شب نار نار ايوه نار عند النار يعني برضه اخر الصوره السهله سوره القيامه الاخيره والله اليوم ايه قرات اذكرك كم مره هنا شفت عيال لا فيها ابغاكم تساعدوني فيه تساعدوني فيه ايه ولا بتفلتوني لا والله ايش هو انا اليوم يا عيال رد 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 القضاء ورد القضاء بين الرجاجين مو هو بعيب اعوذ بالله انتوا تعرفون علي كذا ايش سوى في راسي صح ايه جلم راسي ايش سوى جلم راسي شفت واضح انه ما يبغى الحمد لله
يرحمك الله. الحمد لله. يرحمك الله. عرفت؟ لا يوم الماشي. شوف. يرحمك الله. على الماشي شوف. أنا معك بإذن الله في 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 شر على ما قالوا في كذا. لكن اسمع يا صيد. إيه بس بشرط. هذا أمر لا علاقة لي فيه ولا جبل. لا تفتح فمك. والله علي. تقول له حرف. يشق راسي من هنا. لا لا. خلك خلك خلك. ما تنفعني. خلك. فيصل فيصل. خلك. فارس معي ولا ما تمعي؟ معك بس إيه شكلها تضايقت من حاجة. لا تسمعوني. بقول تيست مايك صوتي واضح انا ترى بالي اوكي طيب اطلع انت برا وطلع المايك شوف تيست مايك صوتي واضح سامعين انا خلاص ايه تيست مايك خلاص مساله ال تيست مايك خلاص كويس شغال شغال من يوم ما يوشوش يعني شغال تعال ايوه اصيل على طاري وشوش مين فاكر مارد مارد وشوش جيت على طرف علم فاللي بقول لكم اياه انا في دوجيهكم جعلني والله ما خلا منكم ولا عدا سمعتوا انا محتاج فارس هذا طلع من الموضوع وانا محتاجك يا فارس انت وسام ابشر والله بس سعد ترى دخيلكم هذا عندك مرفوع انا مزهريه هنا سمعت هذا عندك مرفوع انكم ما تخونون فيني اللي في راسه هذا لا تخونون فيني والله مرفوع ما تخونون فيني والله ما اخون فيك خلاص وانتهي خلاص امرني والله اللي تبغاه يا اصيل لا لا ابغاكم بس تثبتون لي مرفوع يا اصيل عشان انا ابغى العب ابغى العب ابغى اتمتع بشعره كذا ابغى احط له قصه على كيفي كذا بس ابغاكم تجودونه خلاص ما يقدر يقول كذا وقت ما تبغى كلمني بلغني خلاص واتمنى اللي يسمعونا ما يروحون يعلمونه قلت نقطه مهمه هذه امانه في عنقكم السر امانه اي نعم السر بالامان نعم اي السر بالامان انه ما يدري والله انك غلطان ليه كان قلت تحت الهواء اي والله والله الذي انزل القوة على محمد انه ما يطلع من القريه تيلو قد انجلم راسه سواء درى ولا ما درى بس لا لا تكفون ما يقولون ما عليه ما عليه حتى لو قالوا لك هم ما بيقولوا لك ليش سيل سيل ارفع الشفاق معليش شويه فين عشان يشوف يبغى يشوف تبغى تشوف الاخلاق اثار الجريمه والله تفرج ما له داعي خمشه شوف شوف لا تبكي يا احمد شوف كيف خمشه خمشه والله كانها ما تشوفني لابس خطره من قبل اربع ايام انام فيها تدري ايش كانها كانها عضه اسد والله ما مصلقني في البيت احسبها بوبه في راسي والله كنا مخراش حق قسم انه كنا خرشه بدا مخراش بدا كل ما لا يتطور انا اصوره كل يوم يجي حرف دبليو مره حرف ام اشكرك هلو والله بس انا قسما بالله انا اسوي له قصه ما قد حد قد سواها لا انت سويت حركه جديده هي كانت في اليد كذا عرفت ام طورني طورنا طور حطيتها في راسي واحد يزبط الوضع مع نفسه طورنا ما شاء الله تبارك الله طورنا لا بالعكس لان الراس اشرف شيء فيك راسك لب حطيتها في راسك لب قلبك والله يا ابو يحيى ادري انك قاعد تعزز لي والامور طيبه انا قاعد امدح ولا قاعد يدين والله احسن ما في الانسان هذا اني ما بفقده في ابها اعلمك ليه لانه يتمرن في النادي اللي ما بيني وبينه الا خمس دقائق بعدين كيف اصير انا وياه؟ والله يا عيال احسن فيكم اصور سنابات مع بعض يوميا. اقهرهم. اسمع ترى بسجل معك في النادي اذا رجعت. على النادي. والله انا اسجل ونشوف شغل، لا اصور اذاع الخاص واذاع الخاص واذاع الخاص اجلطهم. اصلا اصير كان معنا في البرنامج. رجال روح لك يا رجال. بالله. توقيرشك يا رجال. اطلع لهم جدا اضربهم. ايه اضربهم. هم يجون هنا عندي عشان اضربهم لا لا كذا تو اوفر لو سمحت احنا ما نزلنا على القنفذه تو اوفر ايش في عصا تري اوفر كان يقولوا اضربوني مو اوفر واحد تو اوفر يا احمد انت اللي بيسوي الشاهي يبغى يقول هذا اوفر وتو ماتش قال تو اوفر انت اللي يسوي الشاهي لا هو اللي نفسه اللي غزال انه بنحب كاوين اذا ما جبت غزال بالود كاويني ولا خليه يقعد ولا سلوب بالرد تخرب لك اذا ما جبت لي الشاي اللي غزال بالحب كاويني ولا سرو ابشروا بالقهوه يا جماعه الخير اوكي شرن ثاني يلي تطالعني وكنك ما تطالعني نظرتك هذه حبيبي لا تكررها كررها لا تفك هذا الحين نحب نتقهوى جيبوا لنا الحلا جيبوا لنا البيتي فور وخلي الوضع كاويني يحرمك من الشعر يا شعر الهيب يعني شوف 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 ليه خليك من الشات خليك حتى الببغاء عيوني دمعها شوف صبه كيف وشوف الزبد السفر واشتقت للدير كتبت للغالي سطر تعلم تعلم سطر مين تعلم خلاص منتهيه
اذا انا قهوتي مو حلوه المفروض ما تشرب منها. عيال ايش عيال بسالكم سؤال. تعلم الصبه. لا الحمد لله الصبه. كيف كيف امسيته؟ اصب من اصيل. هو امسينا بفضل من الله ونعمه ان شاء الله يا عيال قبل ينتهي البرنامج ان شاء الله. عافيه وحبور نكرمكم كرامه. تعالوا مو بها الله يعزك. قد سدت عنك الوالد الله يكرمك ويسلمك.